جرى من داخل منازلهم وليس في الساحات. ثانيا معلوم تماما مواقع التواصل الاجتماعي تعلم أنه كثير من هؤلاء نشاطاتهم ودعم تظاهرات السلمية ودعم المطالبة بالحقوق، وبالتالي ما سلط الضوء على ثورة تشرين خروجهم يوم الجمعة الماضية في ساحة النسور بأعداد كبيرة، وبالتالي رأينا ردة الفعل من الأحزاب السياسية عليهم. لذلك عملية صناعة وهم حزب البعث الموجود بهذه المحافظات وأنه يشكل خلايا هو يعني هذا تسفيه للحقيقة نائل عزيزي، هذا تسفيه للحقيقة. هذا تسفيه، هذا تسفيه. أكو إجراءات، أكو إجراءات عزيزي، أكو إجراءات قضائية. هذا تسفيه. استخبارات وزارة الداخلية لا تعلم، فقط استخبارات الحشد يعلمون القضية. منو قال لك داخلية ما تعلم؟ منو قال لك؟ منو قال؟ منو قال؟ طالما لم تصدر، منو قال؟ منو قال؟ منو قال معلومة؟ لا تسوى شيء. سيد نائل، البيان هيئة الحشد ذكر انه موجود تنسيق مع وزارة الداخلية، هاي حسب بيان الحشد. عمليات قوة القبض وين يحجزه؟ ابو الحشد من ياخذه وين يحجزه؟ غير في محافظته وفي اجراءاته. على اي اساس هذا الكلام؟ القانون الذي يتيح للحشد ان يكون قوة امن داخلي، مثل قانون، مثل قانون الامن الداخلي للامن الوطني واعتقالاته، مثل النزاهة واعتقالاته، مثل الامن الاقتصادي واعتقالاته. فطبيعي جدا تلك لديها طبيعي. احنا عندنا 7 اجهزة استخبارية استاذ وائل. قوانين نافذه عزيزي، لا يوجد في نافذ. ارجع انت واقرا زين. اعطيك معلومه، قانون اقرار الحشد اعطيك معلومه، قرره البرلمان اي صلاحيه لان يكون عملهم امنيا. اعطيك معلومه، اعطيك معلومه. 7 اجهزه امنيه، 7 اجهزه امنيه عندنا، المخابرات والامن الوطني وجهاز مكافحه الارهاب ووزاره الدفاع ووزاره الداخليه. اول واحد بعد وزاره الداخليه اقر له القانون والدستور انه عنده قانون، هو الحشد الشعبي. ثم تلاه الجهاز مكافحة الإرهاب هم سوى قانون حتى يكون مصوت عليه بالبرلمان، ووزارة الدفاع جاي تشتغل على قانونها يا عزيزي. الأمن الوطني ما عنده قانون هم جاي يشتغل عليه برديف القوانين الثانية. هذا 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 مو فد شغلة، يعني مو فد مشكلة، ولا مشكلتي الآن تقبل أو تنكر. مشكلة الحقيقة أنه الحشد الشعبي مشكورا استطاع أن يأمن زيارة الأربعين وراح تمر بسلام. هذه الخطة لإشاعة الفوضى انتهت. بعد يتهم ما يتهم هذا غير موضوع. الزيارات كلها كانت مؤمنة ولا يوجد لا لا عزيزي، كان عندنا تفجيرات في باب أبو الفضل سلام الله عليه قبل. وبالتالي عملية صناعة أنه الحشد هو الفقط الوحيد الذي قادر، هذه أظن أيضا بها استهزاء وتصغير لبقية الأجهزة الأخرى.